homogène. سلام واش عرفتوني؟ انا ومو الهيا جيت اليوم غادي نرد على الوزير مصطفى الخلفي اللي قال واحد الحاجه اللي ما يستقبلهاش العقل. حتى دري صغير بحالي ما يستقبلهاش. قال لك اسيدي سنترال كتربح 20 سنتيم في الليترو، يعني نص ليترو كتربح 10 سنتيم، يعني انه هذاك مول الحانوت اللي تحت منا كيربح بحالو بحال الشركه ديال سنترال. وعلاش هما تغناو وهو ما تغناش؟ مسكين. ودير عقلك شويه سي الخلفي. واش واش عرفتي شكون هادو؟ هادو البوليس هما جايين حيت جايين يديونا، حيت ما بقيتش نشرب الحليب. الحليب لا، ما بغيتش نشرب الحليب، انا ما بقاش عاجبني الحليب. اولا ماما قالت لي غالي الحليب، دابا هما جايين ماما ما تحلش لي، ما عرفاش ما بغيتش يمشي يديوني. انا ماما قالت لي دابا، قالت لي لقيت يديروا المقاطعه غادي يجيونا البوليس. هما هادو هما جايين، لا ما عرفاك ما ديونيش، الله يستر عليكم. ما بغيتش نشرب الحليب ديالكم، ما بقاش عاجبني الحليب ديالكم، هو كله عمى في الحليب ديالكم. وماما ولات كتعطيني، ولا ما بقيتش كنشرب الحليب، ولات كدير لي اتاي في النهاية. واش تقتي بهم؟ هذا مشكل عويس، وفكر شوية. انت وقيلا ساقط في البكالوريا، انت سقطتي ربعة الخطرات. عندك مثال، تسنى انا عندك مثال. شوف ماما واش عارفة بشحال شرات هادي؟ 1500 درهم شرات هادي، ها شرات ب 1000، ها الدليل، هاو. ماما عطاتني الدليل، 1500 درهم هادي. اش بغيت نقول لك اسيدي الخلفي من هذا؟ ما تبقاش تثق الفاكتورات واش تقتي بهم؟ هذا مشكل خطير، لانه دابا عندكم واحد الشركه اللي كدعموها وكتخلص الضرائب، ياك وجدي قالت لك اجيني انا كنخلص انا هربح اللي عندي، اذا خصهم يخلصوا الضرائب على داك الربح، يعني هذا مشكل عويص، يعني انهم ما يخلصوا الضرائب صغيره، وفهمتيني؟ وفكر معايا شويه، صغيرة فكر معايا، يعني هذا مشكل خطير، هذا كاين شي خلل في الحكومه، يعني ما دايرينش خدمتكم. ما دايرش خدمتكم، لانه واحد الشركه داكشي اللي قالت لك، دابا انا قالت لك اسيدي انا كنربح ريال، تقول لها ايه؟ واحد الحاجه اخرى كتقول باللي كيطلق شي اشاعه خصكم ديروا الحبس اللي كيطلق اشاعات، على مال هادي 20 سنتيم ماشي اشاعه؟ انت باينه عليك سقطتي في الحضانه، انت ما باينه عليك، انت ما كنتي كسول، انت اللي كتيق بهم، كتيق بواحد الشركه قالت لك ربحتي، الا قالت لك دابا قالت لك اسيدي انا ما ربحت والو العام الجاي تيق بها، قال لك ما ربحت والو، لا واش دار شي لجنه؟ خصك دير شي لجنه، يمشيو الخبراء يمشيو حقو هادي، شو هاد الشفافيه كدوي على الشفافيه، وصيفط لنا شي لجنه، صيفط دير شي دراسه، دير شي تحاليل، صيفط لناش يحقو معاهم ويشوفوا شحال كيربحوا بالصح، ماشي تقول لنا داك الشيء هما كيربحوا، لا انا ما متفقش معاك، شوف ما تبقاش عفاك تتكا على الفلاحه، دير مدفى زعما كندافع عليهم، ما تبقاش تتكا عليهم باش تدافع عليهم، مالك ما دافعتي على الصيادين؟ نهار درتو اتفاقيات مع اوروبا وبديتو كتبيعو الحوت للخارج، ما قلتلكش ما بقاوش فيكم، ساكن الصياده انا ما لقاو ما يصيدو، كيمشيو مساكن والو ما لقاو ما يصيدو، والو الشبكه كتطلع خاويه، هاديك ما بقاوش فيك، بقاو فيك الفلاحه، بقاو فيك الفلاحه، في الخطاب ديالك قلتي بانه المغاربه ما خصهمش يقاطعوا الحليب، حنا ما مقاطعينش الحليب كامل، حنا مقاطعين هاد الماركه هادي. مقاطعين سنترال فقط، شكون اللي قالك اسيدي حنا انت جمعتي كلشي، جمعتي كلشي وبغيتي تصيفط للحبس حشومه، وليتي كثر من كوريا الشماليه، او اتق الله حشومه وتصيفط الناس للحبس، علاش على ماشي انت من حقهم، كتقول لك اسيدي اللي دار لق اشاعه ولا انا ما كتشكلش منك، راه ما كنتش كنتسناوك باش تقول لنا اسيدي اللي خالف القانون يمشي للحبس، هادشي باين راه اللي خالف القانون غيمشي للحبس. المقاطعين ما خالفوا لا قانون لا والو، من حقهم فلوسهم في جيبهم، وسمعتكم عندكم بغي ما بغيناش نشريو غالي، واش فهمتي هادي؟ واش خسرتي حفظ معايا انت، خصني نولي نحفظ انا وياك باش ننجحك، شي غادي خصهم يقلعوا لك الباك انت، الا بغيتي انا نبدا نزيد لك السوايع فابور، يلا نزيد لك السوايع تولي تقرا، لان بنتي بحال ما
ما قاريش مزيان، انت ما كتعرفش تقرا انت، لا واش الحشومة عليك واللي مشى يطالب حقه دير الحبس وكتهدد لينا. ها انا هادي ياك ما دافع على داك اللي فوق منك اخنوش. لا ماشي هو جاي كت جوب حد حاجه نقولها لك، شتينا لا بالك شي واحد غادي ما غاديش الطريق تقدر تقول ليه لا، تقول ليه لا خويا انا ما باغيش ندخل معاك في المعركه. وتا تكون شويه حريه كتقول باغي الحريه، باغي يعني باغي تكون مستقل. وهادي شوف الى بالك شي واحد قول، الى بالك داك اللي فوق منك قال لك اسيدي دير واحد الحاجه ولا بان لك هذيك الحاجه الى غديك الهاويه وغادي غتخرج عليك قول يا خويا لا خويا خليني انا ما قاعد نقول ما جيش دافع عليه هو حشومه وهو وصافي هو دافع عليه هو وناسي الشعب اللي حتك تما. راه ما تنساش راه كاين انتخابات راه المره الجايه راه وقول لي دابا واش معانا حنايا مسافرين ولا معاهم هما؟ كاع كتقولنا على رمضان وغادي خصكم تشريو، لا سيدي حنا غنصومو رمضان كامل، حنا عندنا واحد غيصومو رمضان كامل، حنا ما غنفطرو حتى العيد، دابا شنو تاني خور غتفرض علينا نشوفو البرامج ديال التلفازة في المغرب في رمضان، وشنو انا هادوك هادو ما كيضحكونيش اللي كيجيبو ما كيضحكونيش كيضحكو هادوك اللي حسهم تما. ودير مع عقلك اسي مصطفى كان معكم ولا هيا بسلامة غنمشي نلعب شوية نمشي نلعب.